من خلال المعرض هذا ومن خلال الورشات اللي راح تقام كذلك، راح يكون فيه توضيح على كيفية الانطلاق في عملية التصدير. إذا يأتي هذا المعرض كذلك في وقت وين الجانب الاقتصادي هذا، الموضوع التصدير أصبح أمر حتمي، لأن الكثير من منتوجات نظن على مستوى الوطن فيه تقريبا نوعا ما نوع من التشبع. الهدف تاعنا انه نكثر ولا نرقم الاعمال خارج المحروقات، ان نلحق ونديباسي ونجوزوا على اكثر من 7 مليار دولار. دونك الحمد لله رانا في شهر افريل لحقنا 2.2 مليار دولار.